اطلعي بره واقفلي الباب. مستر مراد في اوراق مهمه. بره. ايه مراد؟ ايه؟ وديتها فين يا مصطفى؟ هي مين؟ عملت فيها ايه؟ في ايه؟ هي مين مراد؟ كرمه لو اذيتها انا هضيعك، قول لي هي فين؟ اه ما سيبناها في الهنجر انا وانت لما كنا سوا. في ايه ناس؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انت عارفه كويس. ما كانش لازم اسيبها معاك، انت بالذات انا رحت ما لقيتهاش. اه يا مراد مش كده؟ اهدى طبخ مين اللي كاتبه تو؟ مش حاجه غير لما اعرف انت عملت فيها ايه؟ يعني هعمل ايه يا اخي؟ الله يعني هقربها ولا هخلص منها؟ ما انت عارف ان انا لا يمكن اعمل فيها حاجه ايه لما نتاكد من الحقيقه، انت نفسك قلت انها ممكن تكون بنتك. وانت ما همكش كلامي وعملت اللي انت عايزه. يعني عملت فيها بس عايز فيها ليه؟ فهمني. عشان انت كده هو ده اللي بتعرف تعمله، اطلع هي فين؟ مراد عسيب يرضيك. مصطفى في ايه؟ ماسكين في بعض كده ليه؟ في ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة؟ لا أنا عايز أفهم. فاهمها مصطفى بيه، فاهمها. في إيه يا مصطفى؟ بعدين بعدين أسافر هشرح لك كل حاجة.